8 مواسم، مش ده كتير؟ النقطة الأساسية، أحمد مكي لما قدم الجزء الأول والجزء الثاني من الكبير قوي الناس أعجبت بيه قوي، بس جينا في فترة كان حصل اختلال صح. شكل كبير لحد ما وصلنا الجزء السادس، جت شخصية جديدة اللي هي مربوحة. شالت الايه العمل بشوية بشكل جيد، وكان في كمان الناس ابتدت تتكلم على مهرجان المزاريطة دي كان جميل جدا. لما جه يقدم الجزء فرصة كمان اللي حواليه، يعني برضو من ميزة هو ده من ميزة أحمد مكي اللي حواليه بيلمعوا يعني سلام وهشام والمجموعة دي الحقيقة ظهروا، لكن في الجزء السابع لم يحقق النجاح الكامل. نتمنى له النجاح في الجزء الثامن، بس نتمنى وده الأهم يخرج بقى من الشخصية دي خالص ويقدم حاجة جديدة ما فضلش فيها على طول، خاصة ان مكي برغم ان احنا بنقول كوميديان جيد، مكي من سنتين لما عمل الاختيار كان صحيح. رقم واحد، يعني هو كمان في التراجيدي ممتاز، غير بقى عشان ما توقفش على شخصية واحدة. 8 أجزاء كتير، نتمنى له النجاح، بس محتاجين الجديد في الفترة الجاية. سريعا جدا، مين النجم اللي النجم او النجمة اللي بتراهن عليهم او متوقع لهم ظهور مختلف السنة دي؟ حسب سني انا كراجل قديم او بحب الناس القديمة، لا هو انا متوقع للنجم الكبير استاذ يحيى الفخراني. ليه؟ هذا الرجل على مدار 35 سنة في التلفزيون اختياراته دايما بتكون صحيحه. صحيح. وبعدين يحيى الفخراني في وشه كده في قبول غريب. صحيح. التقائه السنه دي مع المخرج مجدي ابو عميره اخر عمل ليهم كان حماده عزو، ربى في عزو. اجمل الاعمال. من كام سنه ده يا فندم؟ 15 بالظبط، من 2007 او 2008، يعني اكتر من 15 سنه. ولكن الاهم من كل ده يحيى الفخراني بيحترم الورق. صحيح. فهيقدم كوميديا موقف، مش كوميديا افيه. جميل. فهتعيش. فنتمنى الاعمال الدراميه يكون فيها ازدهار وتكون صاحبه رساله. جميل. وكمان طبعا عمل عتبات البهجه للروائي ابراهيم عبد المجيد، نص روائي كمان مهم جدا ليحيى الفخراني هيقدمه في رمضان.